والآن مشاهدينا نذهب معكم لمتابعة انطلاق التقرير الإحصائي لمؤشرات التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد. أيضا عند وضع الخطط والبرامج التنموية، سواء كانت الخطط متوسطة المدى أو الخطط السنوية، فيشارك في هذه الخطط المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال مشاركة واسعة وفعالة، مع التأكيد على دور المجتمع المدني في هذا المجال. فهذا النهج التشاركي الذي تحرص وتتبناه الدولة المصرية في أيضا في عملية متابعة وتنفيذ وتحديث الاستراتيجية، يأتي إدراكا وترسيخا لفكرة الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بكافة أطيافه. وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، إلا أن مصر أخذت على عاتقها أنها تتابع كل أهداف الخطط وأهداف التنمية المستدامة. فكما ذكر سيادة اللواء خير البركات، أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار بلجنة الوزارية التي عليها المسؤولية الكبرى في متابعة هذه الأهداف وتقديم التقارير الدورية من أجل متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ليس هذا فقط، ولكن مصر تتقدم هذا العام بالتقرير الطوعي، هذا تقرير اختياري لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي أيضا يرصد وضع الدولة المصرية ومساعيها وما حققته من أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية. ومن المقرر عرض هذا التقرير خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2018. السيدات والسادة، لقد قطعت مصر شوطا كبيرا خلال فترة حرجة للغاية في سبيل سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. استطاعت خلالها أن تنجز العديد من البرامج والإصلاحات في مختلف القطاعات بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو وزيادة معدلات التشغيل. كما عملت الدولة على إنجاز عدد كبير من المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والبنية الأساسية الداعمة لبيئة الاستثمار، وعملت على معالجة الاختلالات في هيكل الإنتاج والاستثمار في الثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري، والذي يمثل فئة الشباب ومن هم في سن العمل بالنسبة الأكبر منهم. كما عملت على إصدار العديد من التشريعات التي تحسن وتدعم بيئة الأعمال، بإصدار قانون التراخيص الصناعية، قانون الاستثمار، فضلاً عن إجراءات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء جهاز واحد يقوم بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة المعنية بهذا القطاع الحيوي الهام. وقد بدأت بالفعل ثمار هذه الجهود في التحقق في ضوء المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، بحيث وصل معدل النمو في النصف الأول من هذا العام 5.3%، كمحصلة لمعدلات النمو الإيجابية التي تحققت في كافة القطاعات. كذلك تزايد معدل الاحتياطي ليصل إلى 44 مليار، واستمرار اتجاه نزولي لمعدلات التضخم، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 10.6% في الربع الأول من هذا العام. كما أنه اسمحوا لي هنا أن أؤكد أن إدراكنا لحجم التحديات وقدر التطلعات التي ترتقي وتتناسب مع ما تمتلكه مصر من موارد وإمكانيات هائلة، يجعلنا عازمون على المضي قدما نحو استكمال وإنجاز ما بدأناه من جهود في سبيل تنفيذ استراتيجية مصر التنمية المستدامة، والتي من شأنها تحسين جودة الحياة للمصريين. كما أنه جاري العمل على استحداث وحدات في إطار خطة الإصلاح الإداري، استحداث وحدات مختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة، أيضا استحداث وحدات للتنمية المستدامة داخل القطاعات المختلفة، حيث يتم من خلالها نشر فكر التنمية المستدامة وضمان استمرار التفاعل والتعاون بين الوزارات والمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك الاستراتيجية. في النهاية لا يسعني إلا أن أختم كلمتي أن أعرب عن خالص الشكر لكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم في هذه الفعالية الهامة. توجه بالشكر الجزيل للسيد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكافة العاملون بالجهاز،
وكافة المؤسسات الدولية الشريكة لنا في هذا الحدث. أشكركم جميعا وكل سنة وحضراتكم طيبين.